المنح، وكل عام نجريوها ونتعداو. علاش جوارات قربوا تو في ماتش الجرب ما مشاوش؟ يعني جوارات منهم جوارات ماخذين شيكات بقيمه 70,000 دينار وما مشاوش قرب، وقرب وما مشاوش. علاش هالهبطه هذه الكل نتاع التفقدية العامة للشباب والرياضة، نتاع وزيرة الشباب والرياضة، ونتاع المندوب نتاع الجهوي نتاع الشباب والرياضة، الكل مع بعض، والشيء هذا الكل هبط مع بعض. علاش تو؟ من حقهم سي منير بشابتو، هذوما يمثلوا الدولة ومن حقهم. خنكمل. احنا قانونيا احنا جمعية حسب القانون وحسب المرسوم 36 من قانون الجمعيات، السلطة حسب فصل 6 من قانون الجمعيات معناها السلطة ممنوع عليها باش تعطل نشاط الجمعيات. هو المرسوم عاد فين عطلت لكم نشاطكم السلطة؟ هما بالطبيعة كيفاش عطلوا لكم نشاطكم؟ نعطيك سيدي انت، احنا مازالوا لنا 5 ماتشات في السيزون. الخمسة ماتشوات مازالوا فيهم 3 ماتشوات في ريانا وزوز البر، وهذا معناها احنا مخطينه رياضيا. انا نربحوا ماتشواتنا، الكلاسمون نتاعنا يتحسن وما تتفاداو النزول. هذه النقطة. علاش توا عملوا هذايا؟ علاش توا؟ وعلاش بعد ما هبط القانون الانتخابي نتاع البلديات؟ باهي باهي سي بون، هنا واضح. باهي خلينا نسمع توا سي محمد. سمعت سي منير يشكك في شرعية تواجدكم اليوم كهيئة إنقاذ ولا هيئة تسييرية ولا هيئة تصريف أعمال ولا هي اسم الأسماء اللي نعرفهم. خلينا نكمل سؤالي اليوم، هل تعتبروا وجودكم أنتم شرعي؟ وثاني سؤال كنت تسمع فيه يقول لك ما فهمناش علاش اليوم التفقدية ولا لوديت جينا في الوقت هذا الجمعية تريانا، رأيك أنت في الكلام اللي كان يقول فيه؟ والله يقبل كل شيء باش نصحوا ساعة التسمية، أنه نحن هيئة مساندة للهيئة المدير. عملنا محضر جلسة مع المندوب الرياض. وقتاش كنت؟ هذا مدة أسبوعين كده. كان حاضر سي منير؟ كان حاضر، هو الاولاني استدعاه والكاتب العام. وامضى على الاتفاقيه هذه؟ هو قدامي انا نتكلم، انا عملنا محضر جلسه ولمنا وقال لموا شمل ورينا معناها في موقف صعيب، يلزمنا الناس الكل يحطوا اليد في اليد. واضح. ولو فما هيئه مديره واحد، هو ولدنا مهما يكون ولد ريانا، ما عندنا حتى شيء ضده كمنير بن رمضان. نحن انا واحد من الناس نحكي على روحي، ولا ريانا الكل سخونة برشا وأكثر من هذا. هذا اللي شفتوه، أنا عندي وثائق معناتها كل شيء موثق. سي منير بن رمضان احنا ما عندنا عنده حتى شيء، ما عندنا معناها ضده حتى شيء كمنير بن رمضان. في شخص كرئيس جمعية خويا بل كل شيء، قلت لك احنا هيئة مساندة، جاء لمينا الشمل باش نحطوا اليد في اليد باش جمعيتنا تمنع. احنا وقتاش جينا؟ احنا جينا قبل ماتش جرومباليا نهار الجمعة، معناتها نهار الأحد نلعبوا، جينا نهار الجمعة. لمينا جوارات بالتلحليح بالكذا بالقعدة، الله غالب معناتها جمعيتنا باش تطيح الاخرانيين. عملنا سيونس نهار السبت ولعبنا على الجرينتا اكثر منها حاجه اخرى. الشحنه المعنويه اللي صارت ورئيس جمعيه كان موجود ما بيناتهم واحد، وتشوفوا في النتائج. قال لك خويا احنا نلعبوا بلاش فلوس، وراو كي نتكلم نعرف شنو نقول. هذا اللاعبين وكان فما معناها تدخل باش يصير ولا واحد، انا ماذا بيا حتى تنوتيه، ولا كان فما نور وتليفون ما دامنا على الموبايل. 50 512 0 40 50 512 0 40 هو رقم البرنامج. واضح معناها كان فما واحد ضد كلامي انا معناتها من طرف. تفضل، انا نحب الناحيه الفنيه والرياضيه نبعدوا عليها. مشاكلكم اليوم مع السيد منير بن رمضان؟ مشاكلنا انا عني صححت التسميه، انه نحن رانا هيئه مساندة ومشينا قابلنا الواليه وقابلنا المندوب، ماناش جايين احنا اولاد جمعيه. انا كورت في اريان وكنت في الهيئه المديره مع سي منير، وحاليا انا منخرط، انا ولد ريانا وكورت في ريانا. سي محمد نور الموضوع، نجي لب الموضوع. لب الموضوع، انا عندي لهنا
سيوسي للهنتاتي هذايا نائب رئيس جمالي هو سي منير بن رمضان. وسي جلال كومانجي الكاتب العام الشرعي اللي هما منتخبين مع سي منير بن رمضان. اللي استقالوا هذوما حسب ما استقالوش. مازالوا توا في الايه مدير. مدير. هذوما مقدمين شكايه بالسيد الوالي على برشا نقاط باش نلخص ما نقعدش خاطر دوسي كبير برشا. تعيين كاتب عام جديد بصفه غير شرعي باعتباره غير منتخب حسب ما ينص عليه القانون الاساسي للجمعية. عدم اجتماع الهيئه المديره للجمعية منذ تاريخ 2/7/2016 الى حصيله مده 5 اشهر هنا ماهيش مذكوره به، وهذا يخالف القانون الداخلي للجمعية تريان اللي هو معناها نورمالمون مره في الشهر على اقصى تقدير نجتمع. سوء التسيير المالي والضبابيه التام التي به الضبابيه التامه سوء التسيير بالنسبه هذي عندنا نقطه ذي مهمه ما معناها باش تسمو حاجات غريبه على حتى الجمعيات عمرها ما صارت. هذي بتبيع حسب كلام الكاتب العام والنائب الرئيس اللي هما موجودين في الايه باهي. وعندنا وثائق نتاع بنكة ونتاع واحد كيفاش نكمل الاخر هذي حسب الباهي هذا حسب كلام وفما يمكن ان شاء الله يتدخلوا عباد. الزام كل لاعب يمضي اجازه في اصناف الشبان بدفع مبلغ 50 دينار مخالف للقانون الذي يفرض على كل جمعيه تخصيص نسبه 20% من المنح التي تسندها الدوله لانفاقها على اصناف الشبان. 50 دينار ما نعرفش انا سي منير بقديد سمعت مره هكا في جمعيه بالكشي الاكاديميه بالكشي الاكاديميه لا لا الاكاديميه على رواحها ما دوكم تو نجيك الاكاديميه عندنا هذوما تو تحكي على لي لا 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 خاطر الاكاديميه سي محمد نواصل الاكاديميه الجمعيه نتاع ريانا ممنوعه خويا من اكتساب دفتر شيكات بنكي ورئيسها لا يبالي. ونحن نعرفوا علاش لا يبالي على خاطر التعامل بالسيوله واللي زاد القانون يقول التعامل بالشيكات لاي مبلغ يفوق ال 500 دينار هذا يلزمنا القانون به بالرغم من اللي احنا ما نتعاملوا ديما في اكثر من 500 دينار احنا جمعيه كامله به. عندك عدم خلاص المدربين الشبان في اجورهم موسم الفارط والموسم الحالي كذلك مما جعل بعض منهم يتوجه للولايه بشكاية وعندنا موثقه شكاية كل شيء نوريه لكم. باهي. باهي سي محمد لوديت والمندوب الجهوي والناس هذوما اليوم علاش جاوا لريانا؟ شنو المندوب جاء لريانا جاء معناتها هو مندوب رياضي في اريانا مش في ولايه اخرى. حس باختر كذا توجهنا احنا للمندوب بصفه معناها بصفه استحباب يا خويا يجي يقف معنا يجي يشوف عيط لمنير قال انا نستعرف واحنا نستعرفوا منير الجمعيه انتم هيئه مسانده وانتم تقفوا الناس كل مع بعضكم وتحطوا اليد في اليد وهو قدامه يسمع فيه. ما شكون جايبكم شكون جايبكم انتم شكون جايبكم انتم احنا اولاد ريانا احنا إيه فرستوا رواحكم فرست رواحكم على رئيس منتخب؟ لا شكون جايبكم؟ علاه يا اخي احنا شنو اللي نعملوا؟ احنا نساندوا. اي انا قلت لك رانا نحن هيئه يعني ماناش هيئه مديره ولا هو يخدم على روحه رئيس. معناتها سمح لي سي محمد تو نرجعوا له رئيس الجمعيه. معناتها اي واحد اليوم ينجم يجي يقول انا باش نجي لريانا لا فهمت؟ لا احنا طلبنا مشينا للوالي يا اخي احنا جينا معناتها السيد الوالي هو اللي قرب وجهات النظر بينكم بين سيموني بن رمضان. تقريب وجهات نظر لمصلحه الجمعيه. مصلحه الجمعيه هذا ما اقصاش ولا قال كذا. معناها راكم انتم يا سي منير وجاب الكاتب العام اللي هو زاد غير شرعي معاه بما انه ماهوش منتخب واستدعيناهم ورحبنا بهم يا خويا نوقفوا نحطوا اليد في اليد. سمح وقت اللي احنا باش نحطوا اليد في اليد مع بعضنا شنو معناها؟ معناها الناس كلنا مع بعضنا. صحيح سي منير نحن تجينا عندنا سي هذا عبد السلام محب لريان مشى من غير ما نسمي على الببليسيتي مشى للشركه باش تعاوننا بطرف فلوس ونخلصوا الكار باش نخلصوا والله صدق يجي قال له خويا اعطيني ورقه فيها طبعا اللي انا دفعت لكم تاع الجمعيه نستحقها انا من بعد نقعدوا نحن نجريوا على سيمونير والكاتب العام والامين المال وين الهيئه المدير
باش ندخلوا ترى فلوس ونمشيو بيتهم في الوكيل. يجي سي محمد حميد هذا معناه لاعب قديم في جمعيه اريانا وانقذنا وسي لازمني نذكرهم ناس جابت فلوس وحطت بسرعه وسي مختار ترجت تحامي وزوز في الفلوس باش مشينا بتنا في جرومبالي عملنا سيونس واحده هبطوا بكري جرينت هذيك جبنا تروا بوان باش رجعت فينا الروح وباش رجع الجو به 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 مجد حسب ما سمعت تو القراءه ولا الكلام تاع سي منير وسي محمد نبزي فما ذبابيه كبيره معناتها لا مش ذبابيه كل شيء موثق اي الوضعيات هذوما معناتها تعودنا بهم حتى القروان ما ذبتش وقت الرئيس عملت تأييد مساعدة إنقاذ كل شيء صحيح ريانا من الضواحي السخان كما عشت في الكرم ونعرف الأشياء ذو ما تصير اليوم شو أقول أنا فما هيئة منتخبة إذا صار تقصير منها أول حاجة إذا ما تصير هي استدعاء جلسة خارقة للعادة خارقة للعادة و معنا ممكن تغيير الهيئه لكن اليوم اللي باش يمشي يقول احنا نغيروا على الجمعيه كما تفضل السيد محمد ونحبوا نساندوا كل شيء هذا ما يجمش يكون على حساب هيئه منتخبه والوالي والمندوب احنا في بالنا الولايات ما عادش يدخلوا ما عندهمش حتى تدخل في الرياضه اليوم الرياضه والسياسه يتم نفهموها يا ولايات اقعد على يحكم تلهاو بالتنظيف تلهاو بالامور الفقر نتاع الضاحيه نتاعكم وخليوا الرياضه الاجتماعيه اليوم يمشيوا لو سمحني رؤساء الولايات يمشيوا باش ياخذوا الفلوس مثال شعب لا ما مش مزيه مش مزيه إيه؟ حتى والي لا لا يا نبيل حتى والي ما عامل مزيه مش عامل مزيه حتى والي يمشيوا لهم يمشيوا لهم من حقهم فما فلوس مرصوده نبيل في الولايه غير ما يمشيوا ما لازم يصفوا فما فلوس مرصوده فما مرصود من الوزاره ماشي الولايه ما عندهم حتى مزيه انا اليوم شو نقول؟ اليوم مع انا سي ما عندي حتى علاقه به طلبت منه باش يكون حاضر جاي بارك الله فيه كل شيء. اليوم نساو سي محمد راه رؤساء الجمعيات الكل يعانيوا. اي انا علاش؟ معلوم يجيبوهم حطوهم في الجمعيه اي ويقولوا لهم احنا باش نعاونوكم باش ناخذوا وراكم ومن بعد شو يصير؟ وقت بومبي الكوره الناس الكل تهرب وتبعد. وقت تبدا وقت رئيس النادي اللي يتخبط خدمت معاه باش يجيب البريم وانت عشت وتعرف نعرف يجيب البريم باش 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 يسكت هذاك الملاعبين باش يجيب المقابله صحيح راهو الناس الكل تبدا هاربه يبدا هو يتخبط ويبدا مشاكل بعد ساعات نعرفوا رؤساء حطوا شيكان من فلوسهم وشدوا الحبوسات ونعرفوا الاكزام بتاع القصرين تعرف بربي بارونتيز صغير سامحني سي محمد خص عليك خليك عليك اليوم صحيح سؤال نتاع في محله علاش الناس كلها هبطت توا؟ فما قانون اي تجاوز نتاع رئيس ولا نتاع اي فما القانون نخليه القانون ياخذ مجراه فما الوديت هبطت فما الوزاره فما تقارير باش تعمل ومن بعد باش يتحاسب ما نعتقدش انا رئيس جمعيه باش يجي باش نتهموه بالتدليس ولا بالكلمه الخايبه السرقه ولا حاجه اليوم وانا كان صباع الاتهام هذا هو الحقيقه لازم تتقال صباع الاتهام كل متجه سي بن رمضان هذا هو نورمالمون صحيح تغيروا على جمعيتكم ويعطيكم الصحه ولعبتوا فيها واحد كل شيء تسندوها مش على حساب المدير هذا هو كلامي انا علاش حبيت نفتح قوس صغير على الواليه نتاع ريانا والمندوب انت تكلمت بطريقه كانهم اقصوا الهيئه المديره وجاوا نصبونا احنا هما جابوا عملوا توافق ما بيناتنا راهو في مصلحه الجمعيه الكلنا وخيان وسلمنا على بعضنا ما عندناش حد يا ولادي ما تجيوش ضد منير ومنير ما يجيش ضد باش صار بعد توافق سي محمد ما فماش ريحته وينك سي منير نجم تكلم اي وينك لا مش ما فماش ريحتك لا ما يسالش تكلم خذ راحتك كما جاوبوا على السؤال هذا وينك اي ما يسالش تونا جاي انا ماذا بيا ما نتفاعلوا مع بعضنا ما نجاوبوش احنا راهو نحبوا نخرجوا بحل الجمعية ريانا من خلال لا انا ماذا بيا ما نجاوبوش ونحب نتكلم ك في شخص هوني برمضان انا ما جيتش هنا كشخص لا ما جيتش كشخص على رحابه صدرك اي لا لا باش خليني وعلى حضورك اي لا حضوري تو نقنعكم تو نقنعكم كوم يلفو انا جيت هنا كرئيس جمعيه ريانا هذا ما منيب رمضان انا قدمتك رئيس جمعيه ريانا انا اتحمل مسؤوليتي كان سرقت نمشي للحبس وكان اخطات نتعاقب
اما هناك رئيس جمعيه مسؤول على جمعيه. باه وينك سي منيب رمضان رئيس جمعيه ريانا؟ موجود سي موجود. عرفت الجواب عرفت الجواب. هذه حمله معلنة، حمله سياسيه سابقه للحمله انتخابات البلديه. هذا اكدوا لك وعندي ما يثبت. انت مترشح للانتخابات؟ ناوي تترشح ولا شكون؟ انا حر. لا ما واضح لنا، انت تقول حمله سياسيه. انا حر. لا انا حر. واضح لنا شكون الاطراف، ما تخليهاش في المهمور. اطراف لا لا باش تترشح ولا شكون ناوي يترشح يحب شكون؟ خلينا نحكي على الجانب الرياضي ساعه. انت قلت لي وينك رياضيا تو؟ هذيك انا كمنيب رمضان حاجه اخرى. انت بالسياسه؟ لا السياسي خاطر مربوط بالرياضه. ايه اعطينا ايش مدخل الواليه والسيده الوزيره والمندوب في تسيير شؤون جمعيه؟ اذا انت فما شبهه فساد يلزم تدخل. شبهه فساد باهي. شبهه باهي يلزم نكمل. شبهه فساد ماك عملت تفقديه انت. عندهم خمسه جماعات يبعثوا تو. فوالا هكا انا نستناو فيه. وقف نستناو. لا نستناو الريزلتا. مازال خلينا نكمل لك. ما وقفش راهو ما وقفش. احنا العام الاولاني السيزون الاولى كانت المصاريف 518000 دينار. السيزون الثانيه 520000 دينار. والسيزون الثالثه عام ناول 459000 دينار. في الناسيونال بي عام ناول قعدنا في الـ ما طحناش بميزانيه 459000 دينار. الور كل مدخيل 383000 دينار كاو. يعني انا ملزم باش في العام نخلق 150000 دينار. الكوميول هذايا في 3 3 سيزون بالطبيعه باش يخلق معناها ان ديفيسيت. جيت انا للسيد الوالي القديم سي مهدي الزاوي قلت له راهو الوضعيه نتاع الجمعيه هذيا لا تحتمل. راهو يلزمنا نخلقوا موارد اضافيه للجمعيه قيمتها 200000 دينار. قلنا لقينا حل انا وياه وقتي باش ناخذوا ترخيص لبيع لوحات اشهريه. واعطانا الموافقه المبدئيه وانطلقنا في الموضوع. في الملعب لوحات اشهريه في مش تتبرع، نبيعوا باسم الجمعية لوحات اشهرية تستغل لوحات اشهرية في بلدية ريانا في حدود بلدية ريانا. وكان يحضر لنا هو في الـ في الـ في الـ في القرار واعطانا الموافقة وبدينا نخدموا. تبدل الوالي كيما فما السيد الكاتب العام والسيد المعتمد الاول نتاع ولاية ريانا ما كانوش عاجبتهم الحكايه برشا، لانه يقول لك انا عندي جمعيات الهوند وجمعيات المعاقين وجمعيات الكل باش تهبط عليه تقول لي اعطيني اللي عان. احنا البيدجيتيزاسيون اللي عملناه ومشينا فيه انا معاملين باش جينا 200000 دينار. عندك وثائق ما وعندك ما يثبت الكلام هذايا خير من اللي ترسلنا كيما المدينه الرياضيه في مدينه صفاقس. كلام 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 وطلعت اوهام، على الاقل انت اعطينا ما يثبت اللي صار. عايشونا في الاحلام. عايشوا في الاوهام زاد. الاوهام عايشونا في الاوهام والاحلام. وقعدنا راهو حتى مع السيد الواليه وجبدت الملف. موجود ملف؟ جبدت وموجود وجاوبتنا هي معناها جديده. جاوبتنا بالرفض. وقالت لي تنجم تاخذ ترخيص من رئاسة الحكومة استثنائي نظرا للظروف نتاع جمعية ريانا. احنا اونتور تون باش نحكي لك تو نحكيو عاد على الحملة نتاع المساندة. تفضل. اونتور تون انا كيف عرفت اللي الرفض جاي. أنت ساعة مضيت على الاتفاقية كما كان يحكي سي محمد معاهم وقت حضر المندوب؟ لا ما مضيت على حتى وثيق. حضرت وكانت فما نقاش وكنت مانيش موافق على العملية لأنهم طلبوا منا هي بشنو حبوا ما يعطيو ياخذوا التنازل من عنا بضغط من الوزيره. الوزيره ضغطت على المندوب باش عيط لهم ليهم. علاش؟ الله اعلم شكون وراها. انا نعرف شخات نقول. الوزيره عندها الوزيره ضغطت على المندوب باش عيط لهم وقعدوا معانا وعهبطت لنا تفقديه وهيك قاعدين يتفقدوا وكاننا مخطئين. خلينا نكمل. عندي نقطة. اي نعم سيدي انا نقطة ما زلت باش نضيفها واحدة. احنا
بعنا زوج جوارات كادي للكلوب افريكان قيمتهم 50,000 دينار وعملنا الميتاسيون ووقعت موافقه مع سي فوزي صغير وسي حمادي بوسبيع وسي شادي القايد نجم يكون شاد كان يسمع فينا نجم تفضل يدخل. سامحني انت جبت على التفويت في اللاعبين، جاتك عروض في مروان السعيدي وفي لا مالك البولعابي، لا جات في بولعابي وهاب، لا ايه مروان لا اي جاوني 80,000 دينار في يدي لوكاتور ما بعتهمش 80,000 دينار ما كيفاش باش نلعب باش نهبط انا نلعب احسن ملاعبيه عندي احسن ملاعب هاك عاودت لهم ملحق عقود بسويم سي سي مونيه ملحق عقود عاودت لهم ملحق عقود شنو ملحق عقود اي عاودت لهم عملت لهم ديزافنو مالك البولعابي ما عملتلوش مالك البولعابي ومروان السعيدي شنو ولا فنو اللي عملته له قريتوه انتوما تعرفوش فيه؟ لا ما عندوش قيمة اللي ما عندوش قيمة كبيرة لبنان اللي عملته المروان. عملت له باش ريضت له مخه وأنه باش نسيبه. شنو هو لبنان اللي عملته له؟ أنا ضمنت حق الجمعية أكثر من حقي أنا وكان عيني. رئيس بيت نجموا نطلبوه تو. جابهم لي 40,000 دينار محطوطين قدام داري. باش نمضي له على وما بعتوش، قلت ما نبيعش ناخذ 40 مليون نخلص بهم جوارات. باش نلعب ما لا تتحمل المسؤوليه هاني باش نكمل لك هاني جيتك لا بعد زوز كادي الملحق العقد حسب المعلومات اللي عندي تاع مروان السعيدي سامحني سي منير يضحك راهو معناتها شفتوا انت عندي عليه قيم عندي عليه فكره مين جبته من راسي انا البولعابي والسعيدي وياه البولعابي جبته من راسي بولعابي مروان السعيدي راهو احنا قبل ما ندخل البلاتو سي منير ناخذوا نقراهولك نعطيو الاخبار نقراهولك راني حافظ وانا كتبته شنو هو لافنو عاد عملت له كلوز ليبراتوار سو كونديسيون انه يعمل كونترا دو ترونسفير. اي قداش الكلوز؟ الكلوز ليبراتوار سو معناها يدفع خلينا نكمل يدفع 10,000 دينار لجمعيه اريانا سو ريزيرف دو كونترا دو ترونسفير والكونترا دو ترونسفير فيه 15% لجمعيه اريانا دو سويت يعني كل ترانسفير نقعدوا نستناو دو سويت معناتها رفضت 80 مليون والكونترا دو ترانسفير شكون يصح فيه؟ مو رئيس جمعيه يلزم نوافق على الكونترا دو ترانسفير 10 ملايين تو ترجع لكلمتي تتفضل خلي نمشي بلاي خلي راهو 10 ملايين قيمته اقل ما يمكن تو ترجع لكلمتي معناها من لي جوار اللي كلوب لاعب نعرفوا بيبون مينيموم مينيموم نحكي لك شكون دخل الجمعيه شكون اللاعب شكون مالك البلعاب بلعاب ما ماتلو شيء خلينا نمشي خلينا نمشي مع التقرير خلينا نمشي بلعاب ما ماتلوش خلينا نمشي القيمه نتاعو يحكي على القيمه ما بعتوش يحكي مع القيمه ايه حد يتباع سي منير خلينا نمشي مع التقرير لا ما زلت نحكي نرجع لا على 50,000 دينار لا تو نرجع لك انا وين انا انت قلت لي وينك نمشيو مع الفي تي ار ونرجع لك نمشيو مع الفي تي ار خاص بجمعيه تريان فما مشكل كبير في اريانا اليوم معناها اللاعبين ما همش خالصين ما همش ماخذين الحقوق نتاعهم فما مشاكل ما بين الرئيس ما بين وما بين الاحباء ما بين الجوارات ما بين الوعد فما اليوم اون انسبكسيون اللي خرجت من الوزاره تمشي بطبيعتها واللي عنده حق تو ياخذه يعني ظلي تو الساعتين نتاع العشيه وقيت تانت للمو قيت عنتر المو نورمالمون قيت عنتر المو كي جات ظروف ملامه والجو باهي وكل شيء نورمال وقت عنتر المو واليوم خميس نورمال بارتي ابليكاسيون رجعنا من نهار 1 جويلي انترنيو الى يومنا هذا 2 فيفري ايكيب سينيور تاع جمعيه ريانا كيما ولايه اسمها ولايه ريانا خويا ماخذ زوج شهري قدم لاعبيه ضحات وصبرت وضحات وصبرت ضحات هو رئيس جمعيه السيد رئيس جمعيه يوعد فينا ويوعد فينا ويعاود يوعد فينا ويعاود ونحن صبرنا ملينا يا خويا من الوعود معناها عندنا زوج لاعبيه صدقني لا وكاريلهم لا دار لا ماكله والله معناها هذوما يبيتوا كل مره عندهم لاعب هز روح وروح السيد واحد من قصير واحد من بيج الليله الاخر قبل اللي يروح فيها صدقني اقسمت بالله بيت في جام في الهيئه المديره هو برك
هو يفرق تونيات، هو يفرق السيرفات مونيت، هو 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 في الريستوران ديريجي الماكله، هو هو طبيب، هو هو كل شيء، يعمل كل شيء وحده. الجمعيه هو اللي يتصرف، عنده التصرف نتاعو، يتحمل مسؤوليته في كل تصرف يقوم به. جوارات سنة وسنة وبرشا رئيس جمعية قاعد لوحده، فهمتني؟ هاك شوف معناتها آخر حلقة، آخر حاجة باش نعرفوها اللي راي ماش اللي مضرور رئيس جمعية لحد حد، مضرور الجمعية بتاريخها بسمعتها وكل شيء هي اللي باش تضر، خاطر كأن تو لينا ضد معناتها قولة عناد معناتها بين الجوارات وإحنا مع رئيس جمعية خاطر ما عندوش فلوس، ماذا بينا توفر كل شيء، مازال عندنا الوقت تاع ماتشوات نجم نمنعوا الجمعية. جمعية عمرها 80 سنة خرجت بيبينير تاع الكيب ناسيونال، تجي فروخ وبونيا واحد، اش باش تتكلم؟ فين التعطير؟ فين المسؤولين؟ الحلول العملية شنو؟ والله الحلول العملية باش نحاولوا توا باش نحاولوا نشوفوا كيفاش معناها نوفروا حتى ولو جزء بسيط من الجرايات ومن حقوق اللاعبين، نرجعوهم خاطر ماهمش قاعدين يترناو، دونك نرجعوهم للتدريبات نتاعهم. لابد من التنويه ساعة أنه الوقت اللي صورنا وقتها كان فما مشاكل متاع فلوس وضربات وقتها في جمعية ريانا قبل لقاء جرومبيريا يذول لي كيك سي محمد به سي مونير واصل في فكرتك. المجموعة هذه كيف احنا بعد ما بعنا زوجوارات كادي للكلوب افريكان اتفقنا على المبلغ واتفقنا مع شادي القايد انا ماشيين ناخذوا المبلغ هذاك على زوز اقساط ومع سي فوزي صغير ما رعنا الا سي شادي القايد قال اخوي انتم عندكم مشاكل في ريانا وفما هيئه انقاذ جاتنا وقالوا لنا ما تعطيوش الفلوس حتى لين راهو فما انسبكسيون ورئيس الجمعيه راهو متهم بالفساد المالي ماذا بينا ما تعطيوش الشيك. وأكدوا هذايا في شادي القايد وأكدوا سي سليم الريحي السي وديع الجري وقت اللي أنا مشيت قابلته بسطت له الموضوع وقلت له بعنا زوج جوارات للكلوب باش نخلصوا الشهري نتاع الملاعبيه هذوما. شو دخلوا وديع الجري؟ شو مدخله في الحكاية؟ ما مش نشكي بالكلوب، وصلت مش نشكي بالكلوب لانه منعت علينا شيك احنا كهيئه مديره واستعرفت بهيئه انقاذ. بلجنه نزاعات مش وديع الجاري. لا لا ما عنده حتى دخل. تما حبيت نعمل انترميدير معناها. وكلم سي سليم وكلم سي سليم سليم الريعي وسي سليم الريعي قال له صحيح راهو نتخيلوا انه معناها لقي المديره نتاع جمعيه ريانا تحلت والرئيس نتاعها في السجن. وراو قعدنا ما نلشكم باش نعطيو الشيك. قالوا لا راهو الرئيس نتاعها موجود ماهوش في السجن وما عنده حتى مشاكل مع الجامعه وما عنده حتى وهذا سون دوزيام موندا وحاول بالله يحل لنا المشكله نتاع ريانا خلي جمعيه الجوارات ياخذوا شهريهم. ووعدنا سي سليم الريحي قال يجيو نهار الاثنين ياخذوا شيك 15000 دينار وخذينا الشيك لاعبين بعتناهم للملاعبيه الكل. زوز لاعبين بعتوهم ب 30000 دينار؟ زوز ملاعبيه بعناهم ب 40000 دينار. 40000 دينار. 10 ملايين في بالي زايد. زوز لاعبين اسر. زاد 10 ملايين. زاد 10 ملايين. سي منير خلينا الوقت يدين فين، علاش اليوم هالقضايا في المدني فما قضيه؟ شكون اللي رفعها بيك الفيلم؟
انت قلت لنا انت حتى وقت اتصل بيك سي عبد المجيد قلت له فما قضايا تو ما نحبش انا ليه ليه احنا ليه مو كي جات التفقديه عاد خلينا نحكي لك بكذا عاد جات التفقديه وعملوا لنا الفيلم بتاعهم عملوا لنا فيلم نحترموا صلة الدولة يمثل الدولة نحترموا ايه عملوا لنا فيلم هما يصوروا نهار كي تهبط التفقديه يصوروا فينا بالكاميرات المتفقد باهي سي منير مجبور نقص عليك ساعات في بحريه المندوب الجهوي للرياضه باريانا حاضر معانا عبر الهاتف ساعات في مساء الخير مرحبا بك ومرحبا بكافه المشاهدين برنامج في قناه الزيتونه والله في الحقيقه انا ما كنتش ناوي باش نتدخل لما سمعت كلام غريب برشا من شكون؟ اللي ما يمتش للحقيقه وانا مستغرب من عند سي منير الحقيقه في الكلام اللي يقول فيه معناها لانه اليوم يدخل في السياسه في الرياضه يحكي باسم وزير الرابطه على مندوب ما نعرفش الكلام هذا منين جابه سي منير اللي هو يعرف اول واحد فما زوج من الناس حاضرين سي منير وسي محمد وفما برشا من الناس اللي انا اول بشر كمندوب حميت الشرعيه نتاعو واذا كان ماهوش صحيح الكلام هذا ينجم يكذبني سي منير انا حميت الشرعيه نتاعو وقلت راهو هذه هيئه مديره منتخبه لا مجال للمساس بالشرعيه نتاعها لكن التدخل نتاعنا راهو كان رياضي بحت لانه اذا فما حقائق اليوم يذكرها سي منير اللي الاحتقان وصل ما عادش فما رياضه وقت جهه باش تتمس وقت جهه كامله في احتقان احنا دخلنا في المجال الرياضي في ماتش قبل ماتش جرومبيلي ما كانش باش يصير ماتش جرومبيلي ولولا تدخل المندوبيه اللي في المجال الرياضي وحاولنا باش نهديوا الاطراف الكل وكانت المندوبيه بشهاده الناس الكل انا بعثت الجوارات وبعثت الجمعيه ومشاو تريناو في رادس خذيت لهم دي سيونس في رادس باش بعدنا جمعيه من الاحتقان هذاك باش مشاو لعبوا الماتش نتاعهم من بعد قلنا الناس الكل تحط ايديها هذا اتفاق اليوم سي منير يحكي اللي فما تدخل من المندوبيه وتدخل من الوزاره احنا قلنا راهو ثم اون انسبكسيون، الانسبكسيون وقت اللي طالنا على نتائجها ثم القضاء هو الوحيد اللي نجم يتهم سي منير، اليوم سي منير ما ينجم حتى واحد يجي يقول راهو عنده فساد ولا ما عندوش فساد، هذا ما نحكيوش فيه. ثم نتائج تاع تحقيق تظهر من بعد. مي وقت اللي توصل الاحتقان باش يمس من في جهه وانه باش تتعدى للاكسترا سبورتيف ما نجمش انا كمندوبيه وكماندوب نبقى نتفرج لانه لو كان يقع المكروه يولي شبيه المندوبيه ما دخلتش. ثاني حاجه يعرف سي منير اللي هو بعث لي مراسله وبعثها للسيد الواليه يطلب طلب غريب عمري ما سمعته يطلب غلق ملعب ملعب البلدي البلدي وسكوندو باش يوقف نشاط تاع جمعيه، بان حق سي منير مهما كانت شرعيته مهما كانت واحد باش يوقف نشاط تاع جمعيه، هذا مرفق عمومي ما نجم حتى واحد يوقف النشاط، وناديت سي منير وفهمناه، قلنا له سي منير ما نصعدوش راهو احنا لوبجيكتيف نتاعنا هالجمعيه هذه وعلاقتها عيب باش نوصلوا للوضعيه هذه، اعطينا نمنعوا الجمعيه، ومن بعد في الاتفاق هو بيدو توا ينجم يعطيكم ينجم يعطيكم شنو اللي صار في الاتفاق قلنا له يا سي منير نكملوا سيزون منعوا جمعيه بعد السيزون فما كلام اخر اذا كان فما اشكال لانه الاشكال الحقيقي اللي قائم في الجمعيه انا ما كنا على الحياد من الناس الكل وعمرنا ما دخلنا في السياسه وعمرنا ما عملنا في السياسه ويعرف سي منير قلنا انه الاشكال في القانون الاساسي فيه بعض الفصول اللي يلزمها تتبدل. ومنها فصول جات مونسيوني من وقت اللي كانت الملفات وحال الكاتب عام الحكومه. واضح تعهد سي منير هاو موجود تعهد انه اخر السيزون يحاولوا يبدلوا الواحد القانون الاساسي وقلت له انت من حقك وما ينجم حتى واحد يمنعك انك اذا كنت تحب تترشح من جديد تترشح واذا كان ربحت الانتخابات نتاعك ما يلومك حتى بشر اما اليوم راهو فما حتى واحد متهمك فما بعض الشكاوي اللي ماشي اليوم الوزاره من مهامها ان وقت توصل شكاوي
باش تتحرى في الشكاوي، ما نجم حتى واحد ينحي لسلطة الإشراف الحق نتاعها، لأنه فما مال عام، ما قلناش الإنسان هذا متهم، ما قلناش الإنسان هذا فاسد، ما قلناش هذا عنده الواحد، فما بحث ما نستبقوش، وموضوع هذا بارونتيز ويتسكر، لأنه دونك ما خرجتش لرجلتا حتى واحد ما نجم يتكلم، أما اليوم وقت نوصلوا نتهموا نوصلوا راهو عيب، وزيرة ضاغطة على مندوب، أعطيني والله لعمرها كلمتني في الموضوع هذا سيدي. بس ساعات فقعد معايا، خلي تقعد معانا وناخذوا سي منير شنو يرد على الموضوع هذا. باهي بالنسبه لل اقعد معانا. انا ما طلبتش غلق الملعب. طلبت غلق الملعب معناها الاولاد نتاعنا ما عادش تترنم في ملعب ازي ستاج لانه ما عادش مامن. هذا ايش طلبت؟ ودايور كريت لهم ترانات اخرين لانه توا فوضى عارمه في اريان. يطردوا في المدربين. لا خلينا نتكلم على السيد المندوب، سامحني عاد، سامحني سيد المندوب. البارح سيد المندوب في الليل، ما تقصش عليا تو انت تدخل تسمعني عاد. البارح في الليل لاعب من ليليت خل فشخ لونترونور نتاع ليليت وعطاه تريح في التيران بإعاز من المجموعه اللي انت حطيتها لنا غاديك، ومشى المدرب قدم قضيه في مركز الشرطه. هو حطك مجموعه مندوب حطك. سامحني مش تكلم معك. ايه المندوب حتى ما وضح لنا. المندوب جابهم لنا احنا هيئه انا استدعاني السيد المندوب، استدعاني كهيئه مديره. اتهامات كثيره اجتماع. انت تو تقول المندوب بعث جماعه معناها باش يحرش. ما قلتش المندوب لا بعث جماعه. لا 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 ما تعملش انتربريتاسيون. هو اللي جماعه الاوقات. هي العاده انت. فهمت كلامك انا فهمني. حتى العبادي في مواكر. اي فاهم شكون اذكى مني ولا. قول نفهمك. فاهمهم اي فاهمهم. ما تو نو با دروا دانتربريتي مي بارول. حتى انا قلت لك المندوب السيد المندوب نفس الفكره اللي فهمتها انا باش يفهمها انت على حسب كلامك. السيد المندوب كي عيط لنا كهيئه مديره باش ينقص من الاحتقان انا تجاوبت معاه ولقيت في بالي باش نلقى عباد اللي باش بقيت الموضوع شكون اللي جماعه اللي حرشوا الملاعب باش يضرب المدرب نتاعو في التيران غادي ما نعرفهمش. قلت حطوهم توا ما نعرفهمش. شكون اللي حطهم؟ ما نعرفهمش انا ما نعرفهمش. انا المدرب توا يجي يقول لك شكون حمش جوار فما جوار يليد حمش واحد من برا يحمش جوار يشد جوار يحطم مستقبله جوار باش يحمشوه من برا. اي ديريجون اللي سرقوا الهاتف الجوال شكون؟ اي ديريجون اي ديريجون يدخل توا للتيران. بدينا نخرجوا على الموضوع. اي ديريجون يدخل للتيران طردوا به سيمونير. في ملعب عزيز ساج توا ملعب عزيز ساج فوضى عارمه. خلينا نكمل مع السيد المندوب سي عاطف. ساعات كنت تسمع في رد تاع سيمونين، خلي لك انت كلمه الختام كان عندك تدخل باش نواصل. والله انا نداء للاريانيه كلها اليوم انديبوندامون من الشيء اللي صاير، يلزم فما التفاف على حول الجمعيه هذه. وانا باش نركز على نقطتين لانه فما تضارب في الكلام. فما نقطتين يظهر لي سيادتك انت توا في التقديم نتاع البرنامج قلت اللي من ماتش بروباليا فما تحسن في النتائج. صحيح. التحسن في النتائج هذايا ما جاش وليد الصدفه، وجاء لانه وقع الالتفاف وحاولنا سور لو بلون سبورتيف انه نمنعوا الجمعيه لو ماكسيموم. صحيح. ثاني حاجه سيمونير توا في كلامه كان يحكي انه بلا شويه كان يحكي انه حضر الاجتماع وما كانش راضي. توا ولا اني كنت ثبت انا سيمونير لانه معناها نكونوا سانسير شوي. المندوبيه راهي ما دخلتش في امور اخرى، دخلت لانه الجمعيه الرياضيه راهو من مشمولات المندوبيه سور لو بلون سبورتيف. ما دخلناش لا اداريا لا ماليا لا لا, لا في التسيير ولا في الشرعيه. دخلنا سور لو بلون سبورتيف جوارات ما عادش تحب تلعب، دونك دخلنا باش نقيو الاجمال. يلزمنا نحكيو اللي فيه كوم يكسو. نكونوا شويه امناء. معناها عيب انه اليوم نحطوا غايات اخرين وندخلوا ناس، معناها اذا كان اليوم باش تخدم خدمتك تولي متهم. انا ما نعرف حتى واحد راهو فما ناس ياسر، انا فما ناس شكات، جبنا الناس حاولنا مع السيده الوالي انه لو بلوتو بوسيبل انه نخفوا من الاحتقان هذا ونحاولوا نمنعوا الجمعيه، سي نوتر اوبجيكتيف، نهار اللي تمنع الجمعيه
وقتها ثم كلام اخر. واضح سي عاطف. واضح. في عراق اريانا توصل للشهادين. واضح واضح سي عاطف، يعطيك الصحة على تفاعلك وتدخلك معنا على المباشر والاضافات اللي اعطيتنا. مجد حبيت تاخذ الكلمة، بصراحة تخبط كبير، تضارب كبير في المواقف، تضارب كبير في الآراء، والله منها معناتها جمعية ريانا اللي في الظرف هذايا وبالشيء اللي قاعد صار قاعدة تحقق في النتائج هذايا. يظل تو فهمنا كل شيء احنا. خذينا الأطراف الكل على الأقل. شوف الوضعية هذايا مش وضعية محتكرة على ريانا فقط، في كامل تراب الجمهورية جمعية كل تقاسي من مشاكل هذوما. وهذايا كل علاش؟ لأن عملنا البروفيسيونيزم وعطيناه الستاتيو أماتور. اليوم المشكل هو فقدان التمويل. هذا هو اللي خلى المشاكل والتخبط هذا والتداخل الكل. اليوم فما تقصير من الوزارة شباب الرياضة، لأن كي ناخذ أنا رئيس جمعية مش دفاعا على السيد هذايا، نتكلم في الحق، كي نعطيه أنا ميزانية ونجي في مواد نوفمبر وحتى المارس فما غياب كلي من الوزارة التمويل، شو حبوا يعمل رئيس جمعية؟ شو حبوا يعمل؟ يصرف يصرف واذا ما عندوش فلوس وشكون جبر يشد؟ لا لا ما يستقيلش خويا. شكون جبر مجد؟ سامحني سامحني، ما يشدش مسؤوليه، ما يشدش مسؤوليه. خليني خليني اليوم خلينا نكمل اذا اليوم جايبين رؤساء الجمعيات كل باش يدفعوا من فلوسهم على الدنيا السلام من الواحد قدم في روحه. لا يا خويا لا لا، مو هذه هي. اليوم اليوم فما ناس يحطوهم في وضعيه سايبه برشا يا منير، صحيح يدخلوهم ويجيبوهم ويقولوا له انت عندك البروفيل باش ترجع معايا واحنا وراك نعاونوك، وبعد عطوهم في مأزق. وهذا اللي قاعد يصير في رياضة يخمم ولا ما يخممش اليوم. هذا اللي قاعد يصير، يعني عنده مخ ولا ما عندوش اي رئيس يقولوا له مش يعاونوك. اليوم واضح الامور، فما اوديت هبطت اوديت هبطت، دونك فما فما اجراء قانوني باش تعمل، والوزيره اللي دخلت ماذا بينا نوصلوا لها الكلام. اذا هي عندها حاجه ملموسه ضد الشخص ولا ضد معناتها فما فساد مالي ماذا بيبي اللي توضحوا. هاو الملموس عندي خويا. لا استنى انت انت هاو عندي قبل ما تنسى الوزيره. انت ما عندكش، لا انت ما عندكش الصفه مش تحق انت. لا عندي الملموس. لا لا خويا محمد، لا انا نشوف باحترامي ليه خلينا نكمل لك. منحاز برشا باش نجيك باش نجيك. لا لا مش منحاز، انا مش منحاز، انا بنتكلم وزيران. انت ما يسالش، انت ما عندكش الصفه باش تجي تحاسب اي رئيس جمعيه. مش نحاسب سالش خلينا نكمل لك. فما فما جلسة انتخابية وفما جلسة تقييمية، وإذا أنت منخرط من حق باش تجي في نطاق الرياضي المعقول في جلسة، ما تجيش أنت اليوم باش تحاسب رئيس جمعية على طريق المندوب ولا طريق الولاية. كلمة باهية يعطيك الصح. خلينا نكمل تفكيري أنا شو نقول. اليوم أهم حاجة هو إنقاذ الجمعية ذي اللي هو هي جمعية عريقة. يعطي الصحة المندوب تدخل، نفهم فما وضعية صعيبة ونحسوه هو متحمس. لا لا يعطي الصحة وبارك الله فيه، خاطر وصلت وصلت اللي فما خطر صليت على سامة اللعبية على 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 هيبة هيئة على على ناس عندها غيرة على جمعية تحب تدخل حتى على مدينة كاملة. قال لك توتر اليوم مش لازم يصير، لازم شوية رصانة شوية. رئيس جمعية فما فما تحقيق قاعد يصير، قال لك أنا خويا نتحمل مسؤوليتي، أنا عندي فساد مالي نتحمل مسؤوليتي. اليوم انقاذ الجمعيه ما يصيرش بالتضارب هذايا وبالتشنج وبالاعصاب. اليوم لازم الناس كل تقعد في الطاوله وحدها، الناس كل لازم تتفاهم. صحيح يعطيهم صحه جمعيه انقاذ تحب تعاون، تعاون خارج خارج نطاق الهيئه، ما عندهاش تداخل مع الهيئه، ما عندهاش املاءات على الهيئه، الهيئه هي مسؤوله على 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 كل شيء. واضح. دونك اليوم فما اليوم هذا واش قاعد يصير، الكل من الناس غير على الجمعيه كيما صار في قروين. خلينا نسمعوا عاد شويه. لا خلينا نسمعوا شويه. صار في قروين، صار في قروين هكاك ولا واضح واضح مش واضح. نجاوبك نجاوب على بالنسبه للمنخرطين، عندنا 110 منخرطين فيهم 15 امراه ما فماش ريحتهم ما نعرفوهمش. هذوما منخرطين وهميين. وقت اللي انا نمشي نشري 220 باش نبدا عندي دوتيير باش نجم نعمل انا جلسه عامه خارقه للعاده، تو يوليو عنده هو 3000. هذوما حاجات ممكن لازمني اثباتات. لا شو عندك الحاجات الملموسه يا محمد؟ الملموس شو عندك ملموس؟ كنت عندي الملموس هذا تقرير مالي نتاع سي منير بن رمضان، وهذا تقرير مالي نتاع سي منير بن رمضان الزوز. تو كنت نوري سي منير نفس الفتره؟ لا 2015 2016 جوست حاجة صغيرة هذه معناها نتاع فيسا فيسا. عندنا 2015 2016 اليو روتور
سي عبد المجيد مثالش ماذا بيا هنا تجاوبني انت انا ماذا بيا اللي هو روتور عام كم هاو لهنا مكتوب نتاعو هو ماناش ما عندناش فيه حد شيء احنا ما ندخلوا في حد شيء 34000 دينار و800 اللي هو روتور تاع النقل وهذا تقرير مالي الى حد 5 ديسمبر 2016 ممكن مده تاع 3 اشهر 3 اشهر ونص نلقاو فيه اقل 61500 دينار ركز معايا شويه برك 34 مليون في لي روتور عام كامل اي الفتره اقل والمبلغ هو الضعف معناتها ايه؟ واضح الفتره مش اقل هي الربع ايه؟ احنا مشينا وعملنا اخذينا من عند الشركه اللي يكري منها هو في الكيرة وش يقولون نلقى تو نجبدها انا الورقه تو شمد لك من بعد يقولوا لكم يقول لك خويا انا عندي التنقلات اللي تنقلتهم جمعيه ريانا مرتين لصفاقس ومره للمساكن وصغار للكاف حسيلو تنقلات كلهم صدقني ما يفوتوش 10000 دينار ماكش فما كريان نتاع سيارات ما فماش كريان سيارات وين كريان سيارات؟ بالك قلت فما كيران معناتها فما ثغره ماليه لان يا خويا انت شتقو يا خويا ما غير ما نحكي لك شيء هذا تقرير مالي خويا فيه اليو روتور 34 مليون عام كامل وتقرير مالي في ثلاثة اشهر 62 مليون يا اخي انتم هذا الكل معناها انا من لحد الدرجه زعما ما نفهمش ولا انتم ما تفهموش ولا شنو يا سي محمد يا سي محمد فما وديت هبطت ولا ها؟ فما وديت هبطت ولا خلي الوديت هي توضح مش بيه؟ انت مش مولاتك انت مش هي توضح ماشي يا اخويا انت رئيس جمعيه نحب نعرف في الجمعيات الكل مش هذه تعدي خاطر جاوبني على الجهه علاش عملت البحث هذا نتاعك انت؟ شنو؟ علاش عملت البحث؟ خاطر فما شكوك في التصرف المالي. لا جاوبني علاش عملت البحث؟ هذا ماهوش بحث. اما شنو هذا؟ هذا بحث، هذا تقرير مالي تصميمي. انت خذيته. وهذا تقرير. خذيته. انا منخرط في جمعيتي. خذيته. في جمعيتي. هذا جبته في الجلسة العامة. هو يعطيهولنا لازم نفرقوا عليه. اي. هو جبت النقطة هذه في الجلسة العامة سألت عليها. سألت عليها. الجلسة العامة خويا هذه جلسة عائلية. جيت انا باش نعرف قال لي انت ما زلت ماكش منخرط وكل يوم يقول لي تو نجيب لك اقعد على روحك تو نجيب لك الكارد ديرون الخيرات نتاعك وش عمل لا منخرط انا تو اما وقتها في الجلسه هذه الثانيه صارت الجلسه العامه صارت خمسه خسرت في 5 ديسمبر 5 ديسمبر واضح فماشي رئيس جمعي ها يا سيدي هاو قدام الناس الكل وريانا كامله تتفرج فينا وتونس كامله تتفرج فينا قل له يثبت لي ان كان هذا يا سيد عندوش مدخول شهري ادنى اثبات ما عندوش حتى شهريه انسان زاد جمعيه بطال مش مطالب نحكي معاك راهو انا من نعرف قاعد نقول شنو يرحم والديك باهي ياسر انت النقاش يعجبني معك والله عجبني برشا النقاش معك واحده واحده هذا رئيس جمعيه جاء من جملة الناس اللي جاهم جاني لي انا في ريان انا معروف وكوارث في ريان محمد زوز زوز معناتها دو فوا موندادو انتم تاخذوا دو فوا لا هو عمل قانون اساسي تو طول طون باش يقعد رجل هذا اللي يحكي عليه السيد المندوب منذ قليل اللي يلزمه يتنقح وما يحبش ينقح هنا واصل 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 سؤال مجدة مهم والتجأنا لهذا التجأنا للسؤال كيفاش تم انتخاب احنا يمكن 7-8 من الناس ولاد ريانا معروفين من جملتهم انا وهو هو قدامه معناها نعرفك انا بدي نعرفك جاء قال راني انا معناها عندي شركه في الاوتريش باش ناخذ منها 500 مليون سناء و500 مليون باش تدعمنا العام الجاي زين جايب لك مليار في عامين حتى فلوس الوزاره ما عادش باش نحتاجوه ما غير ما نطول معناها باختصار شديد عطاكم وعود به الوعود هذيا معناها انا سي منير ما نعرفوش قبل دار بالرمضان معروفه في اريانا تشرف وتعرف سي منير بالرمضان كذاته ما عندي شيء ضده اما كيف جانا بعمليه تحيل يقول لك 500 مليون ونقول له وين هالشركه وين لين ظهرت وهميه والسيد هذا ظهر ما عندوش حتى دوره انسان بطال شد جمعيه اريانا ما تفع حتى جمعيه اريانا راهي كبيره راهي ما تفعش من عنده سامحني اللي ما تفعش من عنده حتى مبلغ سيد منير بن رمضان اول دفعت فلوس 3 ملايين و930 الف من عنده نتاع لي كارد ديرون خاطر احنا زوز قائمات جاني هاو قدام وعطيت انا شيك باش خذيت 131 هما كلهم 250 في الرئيس السابق
كي نبداو عندنا نحن 131 كارت داديرون وقت انت معاه احنا اليميناهم هما يعني ايسون اليمي معناتها بطريقه غير مباشره انت وصلتوا للرئاسه بطريقه غير مباشره ويظهر لي انا حمل مسؤوليتك يظهر مسؤوليتك يظهر لي تنجم توجه له السؤال انت وصلت انت شريتهم 3 ملايين انت دفعت كان انا نكذب قل له يكذب لي اي سامحني كان نكذب انا هاو قدامي انا مانيش نحكي اللي قال لكم هو راه النجم يجيب لكم كل عام 500 مليون ما انتم تبارك الله وفاهمين وعيالي يا خويا قالت لي للوالي قالت لي يا اخي انتم هذا الكل عداها ما تقول له اعطينا التسبقه صب لنا 100 مليون ويجي يخدم انا مش تخفيقه عاميه ما فيش وثيقه لا احنا صحيح الثقه في الوثيقه يا مع الفلوس مع التسجيل الثقه في الوثيقه لا لا يا اخي احنا قعدنا برشا وقت يا سي لبيب هاو كيفاش صار اسمع راهي جمعيه ريانه هاو كيفاش صارت الحكايه احنا توا عندنا فما كيما نقولوا فما قائمه اخرى واحنا والقائمه نتاعنا نحن هذا الكل قال لك دوب ما يجي دوب ما نتسمى رئيس وهو يسمع اقسموا بالله العظيم هكا منه هو اللي دوب ما نتسمى انا رئيس ونربحوا قائمتنا تربح عملت له تعال ديريكت من غدويكا يصير الفيرمون من لوتريش عملت له تعهد فيرمون قال لك انا تدخل لنا للجمعيه 500 مليون ما نجموش نعملوا له تعهد عندنا فيه ثقه عاميه وصاحبنا واخونا ما عندنا حد شيء قلت ما تعرفوش قلت ما تعرفوش يا سي محمد انا الوالي نتاع ريانا قالت لي خويا كيفاش يعديها عليكم انتم قلت له تو يجيك هو يحكي معاك المره الجايه باش يجيك هذا انسان يسحرك قلت لي سحار قلت له تو يقعد بعدك 4 ساعات تقول لك محمد النفزي هذاك يا خويا هو جاي يكذب عليا وثرنتو سيمونير معناتها ما خويا هذا الكل مازال راهو اسمع يمكن يحب لنا 3 ايام اما باختصار شديد باش نشوفوا الشبان والرايه المساويه عندي نقاط صغار هذوكم ال 110 من الخرتين ما عندناش اثباتات كما يقول سي عبد المجيد اللي حسيته شويه عنده هكا يمين انا ردعنا انا ردعنا انا ولبيب انا اليوم لقاك قواش راني انا ريت الوضعيه هذيا انا نبرأ السيد اللي بحدايا قلت لك فما قضاء فما قضاء فما قضاء خلي ياتي مجال وحاجه قلت لك ريت الوضعيه هذيا راه المسؤوله الاولى اللي عليها هي الحكومه كلها اللي خليت وضعيه الجمعيات في الحاله هذيا عملت البروسيزم فما حاجات واقوى من الجيستيون نتاعو كله غلط اما مجد راه فما نقطه زاد خل نوضحوها سمعنا نسمع بوديت تهبط على يعني تمشي للفريق اول مره اما زاد مساج مجد سامحني منير اما زاد ما نحكيوش كل ما بعض اما مجد يقول اول مره جي تهبط وديت من الوزاره على رئيس هات انت فكرتني فيها انا نساها من وقت صدقني راه وضعيه ريانا الناس كلها ما تعرفها ما كيما قلت جمعيه كبيره كان تهبط الجمعيات التروا وتشوف المعاناه وتشوف موجوده في البيت حتى في البيت شكون مسؤول عليها؟ شكون مسؤول عليها؟ نعرف لكن مش موجود الشيء هذا هذا يا سيدي طرد لطفي الرويسي من غير ما خلص وتلاها عمر حموده وفوزي الرويسي وبن سدرين وبعضهم هذا صابر صابر بن جبريه وبعضهم بن سدرين هذوما سيدي مشاو شكاو بين طرد خلال 4 سنوات الملاعبيه اللي شكاو بينا للجامعه عندنا تويكا يلزمنا ندفعوا احنا 37 مليون وكان نكذب انا هاوسي منير قدامي قول لي راك تكذب اصناف الشبان ثلاثة مدربين ماهر بن رمضان وبالقاسم جمال وأيمن بن صالح يحبوا عليه فلوس مشاو شكاو بيه للولاية ديرنييرمون مشاو للجامعة صحيح من بعد 31 ديسمبر هذه نقطة قانونية باهي يا خويا نعانيو يا خويا ما فما حتى مشكل من بعد 31 ديسمبر تتسكر لي تيست نتاع الوليدات الصغار ما عادش تنجم الجامعة تعمل لك ليسونس يجي السيد يعمل اختبارات وهميه وكل واحد باش يعمل اختبار لازم يدفع 15 دينار شو وين وصلنا اسمع انا والله نحشم انا والله العظيم نحشم في راخ الكل راه تعمل لك ايه بلا ما دام جبت ما دام نقول لك في راخ الكل تعمل شنو تعمل بعد الوقت وهميه لا مش وهميه ايه بعد الوقت هذا بعد 31 ديسمبر يا محمد محمد سيموني محمد سيموني باش ما بلاتو زاد ما يطولش برشا خلينا نشوفوا ظروف الشبان نتاع ريانا ونحوصلوا لا لا نمشيو نشوفوا ظروف الشبان لبيب نمشيو مع فيتيير ظروف لا
سيمو انا مش نرجع لك هذا كله ما تكلمتش. محمد نمشيو مع بي تي ار خاص بشبان جماعه تريانا ثم نرجعوا نحوصلوا نختموا موضوع جماعه تريانا. ترينيو في ربع تيرا باش يحبوني نتكون معناها وكل وانا جارديا ما عندنا حتى ترينيو جارديانات كان واحد بركه يتلهي بينا من ليكول حتى كشي للجونيور. تصورها انت حكيت 15 جارديان يبدا يريني فيهم حاله مقربه. واول سيزون باش ناخذوا تونيات دافعين 50000 حق توني دافعين 50000 حق جليزي يجي واحد 100 وكل ديبلاسمون باش نلعبوا ماتشوات ندفعوا كل واحد 20000 باش يكري الكار حتى تبابز الماء يشريهم للاولياء الفطور يدفعوا كل بو يدفع لولده حتى الماتريال يعطونا 5 كور نلعبوا بزوز كور يذولي صالحين وزاد مفشوشين شوي. عندي 6 كور يكمل اونترونور ناخذوهم من عند اونترونور واحد اخر ونكملوا نحن نعطيهم للكادي والكادي تكمل تعطيهم للجينيور. وفماش سيكوريتي في ماتشويات مرة أخرى ديجا في تروح السنيور تخل واحد ضرب ضربيتر. كما تشوفوا في الحالة قديش 2000 عبد في نص تيران ويتك يمشي انا تو نلعب كونتر ستاد جندوبة بابا يتهرب 50 يخلص دينار. علاش 50 دينار يخلص؟ ترونسبور خلص من مكتوب. هي خلص من مكتوب الكار وقديه تي شيء ولا تي اخزز. لي باران هما اللاهين بولادهم نشروا التنيات نشروا كل شيء الكار نخلصوها احنا. ناس نحات ماكلت ولادها واعطتها للجمعيه للجوارات. احنا عندنا جوارات بعد لونترينمون طفل ياكل في كسكروت قال له اعطيني راني جوعت اعطيني ناكل كسكروت باش لاغمو. كل شيء يجيبوا لنا بالفلوس. تاخذ فلوس تعطي فلوس تاخذ تونو ما تعطيش فلوس ما تاخذش. ما يجيكمش رئيس الجمعيه ما فماش مسؤولين تجي تشوف الوضعيه نتاعكم؟ لا ما فما حد كان هذاك هوك هو اخوه يعاونوا فينا. انا نخرج من الدار نوصل ولادي للمكتب ونجي للتيران لهنا هاك تشوف توا موجود لهنا حتى الفطور نفطر في الشارع وليت نتعارك مع مرتي في جرج جمعيه تيرانا. سير رئيس الجمعيه خلينا اخويا نخدموا من نحبوا لك المضره لا نحبوك تتضر لا نحب ولدك نموتوا عليه في التيران. فعنا اكثر من 250 اكاديمي في 30 دينار عندنا 6 ملايين و7 ملايين و500 هذوما في الشهر نحب نعرف وين ميت. هما شكون اولياء اللي عنده الفلوس اللي لازم يدفع ولده يلعب وولد الزوالي اللي عنده في ساقيه كيما نقولوا نحن ونسحقوه كنخبه وكالمنتخب وكالكيبات الكبار ما يلعبش. يعني شفت هالظلم وين وصلنا يعني وصلنا حتى للصغار. واحد من الناس يمصوا فيها العبيد وكل جيت ليه بشويه بريانه خلي يعطيوها شويه فلوس وتطلع شويه ان شاء الله. وزاره الشباب والرياضه معناها تشوف لنا حكايه الملعب هذه اول حاجه اللي نحب معناها نحبها تفرح الريانيه الكل معناها الملعب الاخر يلزمه يحضر. ما تنجم تمنع كان من الناس الكل تحط اليد في اليد ساعه نخمو مصلحه اولادنا مصلحه الجمعيه وان شاء الله الملاعبيه الكل نتاع السنيور والاطار الفني والكل يكونوا واقفين مليح باش جمعيتنا تمنع ومن بعد يعمل ربي دليل وبقدره ربي ان شاء الله ما تطيحش وان شاء الله تجي يد امنه تشدها. كي تشدها يد امنه وقتها امورنا تبدا مريقله. نحن ماناش خالصين هانا قاعدين نجري وقاعدين الريانيه والمفروض نتلهاو بالولاد الصغار ما نضيعوهمش باش ما يمشيوش للشارع ويهملوا. إذا رغم الظروف الصعبة رغم تشكيات اللاعبين شبان والأولياء في الأخير كلهم يتمناوا الجمعية تريانا كان الخير وكان الحاجة الطيبة وكان البقاء في الرابطة المحترفة الثانية. جاني اتصال تو من مالك بولعابي يقول لي راهو عمل لي افينون فيه 10 ملايين.
ما نعرفش شكون نصدق عاد انا تو نصدق رئيس الجمعيه ولا نصدق اللي عنده يوريهولنا ما نعرفش يكذبوا الوزيره تكذب ما نعرفش وصل بينا مالك والعابي يكذبوا الكل عنده لافنو ما نعرفش يعني قول لي رغم اللي لافنو ب 10 ب 10 ب 10 يوريهولنا اذا كان ما عندوش هوره وعندك انت عليه انت ريتني ساعات معاه بيه ما صحتش معاه ما لا تقول لي ما عنده شيء انا ما جاوبتش لا ولا جمعيات يسموا فيك سيمونير 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 لا ما جاوبتش سيمونير انا ما جاوبت على حد شيء سيمونير على شيء لا ما جاوبش سيمونير انا جاوب ما جاوبش على الشعبويات ما الشعبويات ما كنت في حنا بعل هذاك لا 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 ما دخلش لا لا سامعني وانا ماني انا في حنا بعل وانت في المشاكل نتاعك مع جماعه انا حر لا سيمونير 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 حسرك سيمونير علاش الغياب نتاعك علاش علاش ماكش موجود علاش اليوم ماكش موجود في الميدان ماكش موجود مع اللاعبين ماكش موجود مع المدرب علاش ماكش موجود جاوبني على السؤال هذا ماهوش سؤال يزينا من الاتهامات لا 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 خلينا متهامش اليوم في فريق سامحني محمد 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 من فضلك محمد من فضلك خلينا نتكلم علاش اليوم نجم نتكلم نسمع سؤالي عاد مش نجم تجاوبني علاش في الوضعيه هذه الحرجه في الظرف الصعيب اللي مر به الفريق اليوم رئيس النادي مش متواجد مع اللاعبين والمدرب جرجيس مقرفه اليوم جوارات 4 شهور ودي شيمنا في زرزيز يعني كمل هذه الجمعيات الكل علاش ماكش موجود انا علاش عندك شهر ماكش موجود نتكلم هاني موجود على سؤالي وين موجود في البلاتو علاش ماكش موجود هاني موجود هاني موجود وين موجود اخويا سيد المندوب اللي كان يتكلم هو غايبني كيف قال لي معجي برا بلا عادوا اتصلونا بساعات عادوا اتصلونا بساعات قال لي ابعد علي كيف سينيور عادوا اتصلونا بساعات في بحرية عادوا اتصلوا بساعات بعضية هو اللي قال لي ابعد علي كيف سينيور لطفي عادوا اتصلونا بساعات والشبان هاك موجود معاه ما عندهمش لاكور و20 دينار ياخذ كل مباراه ما عندهم لا شكور لا باش يلعبوا باش يترناو ستة كور يزي بلا ستة كور بلا فارغ والماكله اللي يدفع فيها الاولويه يعني الماكله وانا كلام فارغ هذايا ما عنده حتى كلام يكذب باهي في انتظار يكون حاضر معنا انا ساعت. عندي حاجه واحده انا مطالب بها اللي يحكي فيه الاوراق هذوما الكل ما عندهم حتى قيمه عندي وما عندهم حتى معنى من انا مطالب باش نمد تقرير مالي في جلسه عامه مؤشر عند ما عند ما عند مراقب حسابات هذا باش مطالب تفضل شوف ها هو وثيقه رسميه هذه انا موجود في دائره المحاسبات وفي الكتابه العامه للحكومه وهذا اللي نقدمه في جلسه عامه وتاقع المصادقه عليه فيما تبقى هذا شنو في مجد تفضل فيما تبقى فيما تبقى فيما تبقى خاطر عمل لنا عمال مش نورمال ما تهموش العباد محمد محمد ما تهموش فيما تبقى هذا كله ما يعنينيش ما قال ما يعنينيش هذا شعبويات هذوما اقرالي هذيا الفقره الصغيره ما يعنينيش ما هو وثائق هذوما حكايه فير اقرالي هذيا واو عندك البلديه شنو اللي صاب وعندك الكوكاكولا شنو اللي صاب هذا تبع للاذن المشار عليه وعندك التقرير المالي شو ذكر فيه هذا ما توفر لدينا من توضيح اضافي لمزيد التحري عند الاختذار هذا الاموال مصبوبه معناتها ذكر الاكستريت كونت بتاع جمعيه تريان واضح واضح شوف هكا بالازرق تلقى مكتوبين ثلاثه مرات البلديه وبالدات نتاعها بالك شي خويا جبناهم هذوما تحويل تحويل اموال معناتها للجمعيه من طرف الجمعيه 13 مليون موجود موجود نتاع الجامعه زاد تشوف انا تو خاطر جات قدامي البلديه كلهم داخلين بعضهم ما تلقاش حاجه باهي باهي النقطه المهمه بالله سي عاطف نحبوا ناخذوه خاطر اتهام خطير يقول لك سيمونير هو اللي بعدني وقال لي ابعد على الـ على الـ على ليكيب سينيور أيوة. الرئيس كان جاي بعده ما يستدعاش ويقول له اجي حطوا اليد في الحافليه في اليد الاول يا ولدي هكا قال لي قال لي حال احتقان ودرا شنو هذا كان كلام اللي يعني في مسؤول بعدك اي انا باخي مسؤول يا اخي شكون اعطاهم الشهري جوارات اعطاهم ساعات بحريه يا اخي اعطيتهم من عندك الشهري من المنطقه هذا مش معقول خاطر تحكي تقول كانك عملت عليهم مجده مجده خلينا نوقفوا النقطه هذه انا خاطر ربما حكينا في النقطه اليوم الرؤساء اللي يعرف ما عندوش امكانيات نعرفوا المصاريف تاع رابطه محترفه اولى ورابطه محترفه ثانيه زيد يا اخي انت تعرف ما عندكش الامكانيات وما عندكش موارد قاره حتى وقت الجمعيه تقف تنجم تصير فتره صعبه وتقف انت تعطي الضخم يا اخويا اخويا اش لازمك باش مشيت الجمعيه ساعات 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 فهو حاضر معنا ساعات في بحريه ساعات ساعات في المندوب الجهوي معنا شكون يضخ سامحني ساعات ساعات معنا ساعات تسمع فيا معك اي نسمع فيك اكيد انك قاعد تتابع فينا نتبع في التبع في باه سيمونير يتهمك بصريح العباره بصفه مباشره انك انت ابعدته ولا قمت بازاحته
من الفريق الاول، قلت له تبعد على الفريق الاول وما عادش تجي وتكون موجود مع الفريق الاول لا في التمارين لا في المقابلات. جوارات لا لا سامحني عاد محمد خلي شوف فما الالفاظ كي نلعبوا عليها تولي تهزنا المعاني اخرى وتهزنا لفريق اخر. احنا نتيجه الاحتفال اللي موجود اللي اللاعبين ماهمش قبل وقت اللي مشيت قعدت مع اللاعبين رافضين الرئيس الجمعي. انا بالتصرف نتاعي شنو اللي تفهمنا مع سيمونير بشهود وفما الناس كلها معناها وقعت جلسه اولى وجلسه ثانيه او نيفو نتاع الولايه قلنا يا سيمونير راه اليوم الاحتقان كبير. الجوارات ماذا بينا نبعدوه مع ستريس وعلى الاحتقان هذا دونك الجوارات بيدهم ما عادش قابلين رئيس الجمعي. اش طلبنا من سيمونير؟ التسيير الاداري والمالي يبقى هو يباشره. مباشره التوسكي اللي يخص الجمعي. يحاول يبعد شويه على ليكيب سينيور اون اتوندون حتى تخف الاحتقان هذا راه ما يتسماش وقت يقول يغيبني معناها انا امرت بنا قانون انا امرت سيموني يعرف برشا قانون يفهم برشا في القانون ويعرف اللي انا مجال تدخلي راه محدود. احنا طلبنا من سيمونير على اساس بصفه وديه معناتها بصفه وديه نبعد من الضغط هذا يبعد على ليكيب سينيور حتى يوفى الاحتقان هذا لكن التسيير الفعلي والتسيير المالي والتسيير الاداري يبقى عند سيمونير. بالتصرف هذا انا كمندوب قبل من واحد انا حميت سيمونير انا حميت سيمونير لانه ما عندكمش فكره راه الوضع وين وصل. واضح الوضع وين وصل في جمعيه الرياضه. واضح سي عاطف واضح. وقت تولي غيبني ما عليكم شيء. واضح سي عاطف واضح. يعطيك الصحه على تدخلك معنا وعلى الاجابه نتاعك. به مجد نرجع معك خويا رئيس. قلت كلمه هامه برشا. قلت صحيح انا حملت مسؤوليه الوزاره. انت عندك فيه الحق. معناها هي سبب في تراكميات والمشاكل هذوما اللي تخبط فيهم الجمعيات. لكن نرجع معك صحيح. ممكن التقصير اللي قام به سي منير هو كي يحس روحه ما عادش انكابابل باش يجيري اون ايكيب خاطر سي فري مش البريزيدون يدفع من جيبه لكن يلزم تكون عنده الامكانيات يجيب الاموال الموارد. من الموارد من بالطرق الكل كي حس روحه ما عندوش هذه الصفه كان من المفروض عليه يستقيل. هنا نقولوا غلط خاطر الوضعية ولات أصبحت كارثية. سمعنا احتقان يقول لك مندوب سمعنا ما ركزش وعدك كان المفروض عليه يستقيل. اي يخرج خويا برافو لا إذا توصل الوضعية هكا وهو ما عادش عنده الإمكانية باش يجيب الفلوس. ما قلنا مش يدفع الفلوس من جيبه خاطر شوف إذا كنت رئيس والله أنا فكري كنت نصخيبه صاحبك وتقابل لا لا والله تو كي قلتها لا معناه صحاب معناه محمد بعد ما لا ولا ملم بالحاجات مجد ولبيب ومنير أكبر من شيء وقتها ولا ملم شوف شو الحل يلقاه. لا أنا شو قلت لك نحمل بعد احنا قسمنا الموضوع شنو هو يرحمه الوضعية هذه نعاودها لك نلخصها راهو مش اللي أنا برك تخبط فيها أنا ولد الكرم ونعرف المشاكل والجمعيات وديفيزيون توا اكثر من هكا. انا قلت رئيس جمعيه فما اوديت هبطت وان شاء الله اللي جديد كل ما يهبطوش في ريانا برك ان شاء الله الوزيره تهبط جديد في جمعيه تونس كامله وفي الجامعات وفي الجامعات توا تشوف الخروقات اللي فما في تونس توا الناس الكل تمشي تبحث ولا تبحث. سامحني خل كملك بلا خلي فما رايحه خل كملك لا ولا نهبط مش كل اول مره كما قال سيمون اول مره راه فما شوف في الجامعه فما اليوم انتم غيره خاطر جمعيه لنا كبيره وعندها اسم وعندها تاريخ وفاحت الحكايه فما جمعيات مساكن ما عندهمش لوادي يعرفوا فيها فساد الرؤساء والمسؤولين انا نعرف رنيت في ديفيزون 2 و 3 ونعرف ايش هذوما. خلينا في موضوع احنا ايش قلت؟ مادام فما اوديت وفما وضعيه قضائيه ممكن تمشي هو قال لك تحمل مسؤوليته وانا نلوم عليه بعد ما سمعت الوضعيه هذيا وسمعت شيء قلت ما عادش خاطر شفري كان وصلوا جوارات ما عادش تحب تتدرب وما عادش تقبل حسب كلام المندوب بتبيع حسب كلام لا حسب كلام ما عادش ما عادش كيما ملاعبيه ما عادش تقبل كيما ملاعبيه ما عادش تقبل المدرب ما عادش تلعب اليوم من 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 منطق ومن ممكن في صالح رئيس الجمعيه يعني. ومصلحته هو انه من الحكمه نقول من الحكمه انه يستقيل لان اصبح ما عادش عنده الكفاءه باش يخلص ديجا هو بعد عملوا زوز انتصارات وتعادل باش يجاري
دونك لاحظ عندك شويه عندك شويه تحمل في الدخل وفي الابتعاد. انا المشكله نتاعي اللي هو سامحني يقول شعبوية ومن بالمكشوف حنا. انا السيد هذا شفته ثلاثة مرات، مره في حنبال ومره في قهوه ما نسخسوش. لا 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 انا احكي لك كل مره هذه لا نعرفه وتعرفني انا نتعامل مع معطيات مع اخبار والحمد لله يا ربي. لبيب الصغير مش 23 سنه مش هو يجي يقول شعبوية كذا ما نعرفوش وريته كذا ثلاث مرات ما نعرفش علاش تتحامل عليه. انا قدامي ارقام ومعطيات ومعلومات تناقشني نناقش ونشوف شكون ينجم يقنع الاخر. ما عندي حتى مشكله ضدي قلت لي وريني محمد يعني خلي صاحب كي قلت لي ضدك انا محمد خلي مجدي يكمل ايش مشكله ولي وقتها مش من 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 صلاحيات الهيئه الموقته باش هي تقدم المستندات وتجي تتصدر بهم كومسوار فما تقصير او فما فساد مالي فما قانون هو اللي عنده الاجراءات. هذا القانون يتحرك لا لا خليني نكمل لك لا خليني نكمل لك. انتم ما تحبوا جمعيتكم خلي اخويا لوديت هبطت وخلي الوزاره وخلي تخوم المجالات نتاعها هو كرئيس جمعيه. انا قلت بس حتى انا اليوم ما عادش نجم يخدم ما عادش نجم يكمل اليوم جلسه انتخابيه خارقة للعادة لازم تصير. وأول قبلها هي ساعة سامح لي لازم يعمل تنقيح القانون الأساسي بما أنه هو عمل لي رئيس تونسون. ننزح هو عنده هو الشرعية يقبل ما يقبلش يقبل ما يقبلش. حسب ما فهمت مش يرشح روحه رئيس بلدية ما ينجمش يكون رئيس بلدية ورئيس فريق. يا خويا يرشح روحه احنا ما هكا فهمت من عضو مجلس بلدي يرشح روحه. بكري فهمت هو فما ما ينجمش يكون من وراء والله الوقت جاي عاد انا كنشوف محمد بيك انا عيطت ما انا حطيتوني في هنا لا اعطينيك عاد لا حد ما اعطيتنيش كلمتك من الناس الكل لا ما اعطيتنيش شوف اجي نقول لك تفضل لا خلينا نتكلم عاد سامحني نختم اعطيني كلمه الختام وحاوس سامحني خلينا نتكلم حاوس سيموني حاوس شوف بالنسبه لي انا فما اوديت اي باه تكمل باه وفما جلسه عامه بتصير خرق العاده ولا عاديه؟ عاديه. ماكش باش تنقح القوانين مال. ينقحوهم المنخرتين نقحهم انا ما فما قانون داخلي يحكم في المنخرتين. باهي خلي محمد خلينا نتكلموا عاد. تفضل ما نتفاعلوا معاك سيموني عاد. نتفاعل معايا ما فما مستوى نتاع تفاعل. محمد خليني انا ندخل معاك. مستوى نتاع تفاعل نتفاعل به. فما مستوى نتاع رئيس محمد ما فزلوش في الاخر محمد. هو عاد يحكي على المستوى. باهي تفضل سيموني من غير ما اسم الاشخاص. فما مستوى الدنيا نتاع سيموني ترجم المستوى باهي. وفما مستوى نتاع رئيس جمعيه الناس الكل غير مرغوب فيه من الجوارات سيمونير محمد الاحباء محمد شوف على الاقل واحد يخرج راسه لفوق انا نحب نخرج راسي اللوطه مش تخرج هكا خرج لا والله لا يخرج على جمعيتي انا طيب عليك من مستوى نتاع نقاش ماهوش معقول فما جلسه عامه بتصير اخر العام وفما تقرير مالي باش نمدوه وفما قانون نمشيو به في البلاد واضح شو هكاك معناها فوضى فوضى معناها كلام واضح عارمه كلام واضح لا يهمني لا في المندوب ولا في الوزيره ولا في اي واحد نتحمل مسؤوليتي في كل شيء واضح محمد كلمه الختام كلمه الختام خويا يا خويا نحن نطلبوا من سي منير بن رمضان كانوا يحب ريانا بالحق سي عبد المجيد القبنتين ثلاثة تدخلات الأولانيين لين أنا حسيت اللي باهي زدنا حكينا قدمنا بالحكايات والوثائق ونحكي وفهم حاجات وتفرج في التقرير وكلام المندوب باهي قال من رأيي أنا في مصلحة جمعية أريانا أنه يستقيل ألور هو قال من الأول معناتها أنا ما نعرفوش وماشي نحامي عليه شوف اش قال السيد إلي معناها نوتر هذا فما بالك احنا رانا مشويين على جمعيه ريانا راهو كي نقول لك جمعيه ريانا راهي دمنا راهو بالحق مش توا في بلاتو واحد باش انا حاضر معك السيد قال لي ما روحتش للنرويج هاي ما نحب نروح للنرويج كان كي تمنع ريانا هذاك اخويا يا اخويا باش نقول لك حاجه من الاخر سيبنا ديارنا وعايشين على الكاسكروتات وجوارات بتاع ريانا يلزمني نقول هالكلمه هذيا الشكر باش نشكرهم شويه باش نقول لهم
رجال وبرافو والجرينتا اللي ريتها انا في الاولاد يترناو نهار سبت يمشي يربح قرنبالي يجيب 3 بوان من برا اللي رجعت فينا الروح. رجعنا ما فماش سيموني يدخل يقول انا توا يبعث لنا سي حاتم الكومانجي الكاتب العام السابق يقول انا باش نعطيكم كل واحد شهريه. وقت اللي هما راضيين احنا نمدوا لهم في 200 و300 و150 و100,000 قالوا مش مشكل ونلعبوا ويحطوا في دمهم. جاء دخل فينا بلبل قبل ماتش الرالوي يقول انا باش نعطيكم كل واحد شهريه. يكذب المندوب والمعتمد اول نتاع ريانا يوعدوا على لسانه هو يقول اني اليوم نجيب العشيه هاو كذا. كل ديتاي اليوم جاوب تو جاوب قال لك انا مش مستقيل وباش نكمل. شنو هو انتم موقفكم؟ احنا موقفنا هذا هو ليسونسيال. احنا معناتها علنا قال انا خويا عندي شرعيه اللي تخليني باش نكمل المونديال نتاعي. وبعد احنا موقفنا باش نحاربوه بالقانون. باش نحاربوه ماناش واقفين بالقانون خاطر احنا متاكدين للقانون معانا. بربي سامحني مدام كلمه الختام وزيد مدام وصل قال هكا قدامكم الكل وباقي متشبث راهو اريانا كامله مانيش عارف انا تاخذوا في التدخلات الكل ولا تختاروا. عندنا فكره معناها فريمون مصاب عديت حتى 10 من الناس ممكن كان تعمل فوت نجموش نعديو اريانا الكل. نحكي لك كان جات فما فوت بالاس ام اس يقعد رئيس جمعيه منير من الاريانيه بركه ولا ما يقعدش تو تلقى صفر فاصل نتاع سامحني سامحني هذا رايك هذا رايك. فما ناس معناها اللي وقفت مع اريانا واللي جبنا نورمالمون 9 سير 9 بوان خاطر الاربيتر ما نحكيوش توا ماناش في امور وسيناريو مجنون تاع اللقاء الاخير هذول معناها بعد هذا الكل خويا حبيت انا راني فما عباد سيبت ديارة حبيت نشكرهم بسرعه بسرعه محمد سمينا بالنسبه لسي محمد حميد مختار ترجت يسري ذوما خويا ناس محمد واصل محمد محمد ماهر المحروب حمد عماره هذوما ناس خلاو ديارهم وناس وقفت مع الجمعيه حاجه بركه بالربي خلينا نكملها كملوا بالتاريخ يا سي منير راني نقولها لك ورانا كامله تسمع وما يسالش دور وجهك غاديك انا ما ندورش وجهي خاطر انا ما عندي ما نخب للتاريخ نقول لك ونرجع لكلمه سي عبد المجيد يرحم والديك استقيل من اريانا ونحن نخرجوك فوق ريوسنا وديما نقعد ونغزروا لك خونا كان منير بن رمضان ما عندنا حتى شيء ضدك كرئيس جمعيه راك فاشل الى اقصى درجه. هذا رايك به نمشيو مع الشامبيونز ليغ الله غالب فرق بعيد معناتها باللي كنا نشاهدوا فيه والشامبيونز ليغ رابط الابطال الاوروبيه. الدفعه الثانيه من ثم النهائي كاس الابطال الاوروبيه متعه لا متناهيه اهداف فرجه وتشويق من سهره الثلاثاء مباريات ذكرتنا بكره اوروبا في الزمن الجميل. باختصار الجماهير تابعت كرة قدم من فئة الخمس نجوم. من ألمانيا استقبل ملعب بايرن أتلتيكو مدريد. ليفركوزن من أجل أخذ نتيجة إيجابية أمام جماهيره وفريق سيميوني لحسم النتيجة منذ الذهاب. الضيوف انطلقوا في اللقاء بقوة. هيجان إسباني خلف هزيمة ثقيلة للفريق المحلي 4-2 ومهرجان كروي رائع انتهى لصالح فريق العاصمة الإسبانية. من نفس الليلة وكرنفال شهده ملعب الاتحاد بمانشستر عندما استقبل سيتي فريق إمارة موناكو. دخول قوي للفرنسيين قبل أن يقلب غوارديولا وزملاء أغويرو النتيجة. تسابق وتلاحق تشويق كبير ومواجهة مفتوحة انتهت على 8 أهداف. بعد 14 هدف مساء الثلاثاء انتظر عشاق كرة قدم أوروبا ماذا سيقدم ليلة الأربعاء. اليوفي يتحول إلى البرتغال يواجه بورتو فريق ملعب دراغاوا الشهير لم يعد قوي. السيدة العجوز دون عناء وبهدفين دون مقابل تنهي اللقاء قبل العودة في تورينو. وأخيرا ختام الجولة ليستر سيتي يسافر إلى الأندلس محملا بهزائم كثيرة تكبدها في البريمير ليج. الجميع يتساءل قبل البداية عن ردة فعل أبناء رانيري. إشبيليا بدا في طريق مفتوح يسجل هدفين قبل أن يخطف القط جيمي فاردي هدف وزنه ثمين في لقاء الإياب في الكينغ باور ستيت.
إذا المستوى كان كبير في مقابلات يوم الثلاثاء يوم الأربعاء، العديد من الأهداف، سيناريو مجنون في لقاء مانشستر سيتي وموناكو. والخبر اللي جينا منذ قليل هو إقالة مدرب ليستر سيتي كلاوديو رانييري بصفة مفاجئة، لأنه حتى النتيجة ما كانتش نتيجة ثقيلة، وعطى هدفين مقابل هدف. ليستر مازال عبارة ما تعادل 0-0، أي مازال يحتفظ بكل حدوده في لقاء الإياب. صحيح في البطولة الوضعية ماهيش طيبة، لكن اليوم ماناش متعودين من الفرق الإنجليزية تاخذ قرارات بالطريقة. زلنا نلوجو مسؤول تونسي زعما موجود في ولا لا؟ مجدة فما انا مازلت كاتبتك الخبر هذاك عليه ربما. انا بدي ما تفاجئت خاطر مش من عادات تقاليد الفرق الانجليزيه تحافظ على مدربها ارسن فينجر. ايش 20 سنه ومازال يحبوا عليه لمده سنتين. ليستر سيتي سي فري خسرت مع سيفي 2-1 معناها كما قال لبيب تربح واحد بلاش تترجح، وخاسر لنا ليستر عملوا دخل التاريخ في البطوله الانجليزيه هذا الشامبيونات نتاع دونجلتير، معناها مفاجاه مش من العيار الثقيل. حسب اعتقادي ما نتصورش بسبب المقابله. هذا ايش حبيت نقول لك؟ لازم فما مشكل رانييري ما بين مسؤولين ولا فما صار حاجه فما حاجه صار ماشي على النتيجه. موناكو ماشي موناكو صراحه عندي لقاء الموسم نقولوا سنوات كبيره ما شفناش مقابله على مستوى عالي وتشويق. معناها موناكو اللي هي احسن نتاك في اوروبا، معناها نجم نقول سكور 5-3 8 اهداف في مقابله واحده شيء كبير. انا ساعه في بطولتنا في سبع مقابلات في جوله من ما نسجلهمش في الكاس. انا والله عملت مقارنه في 4 مقابلات سجلوا 3 وفرق ما بين الرهان قيمه الرهان كاس رابطه الابطال الاوروبيه وما ادراك وكاس تونس عم تلعب الهجوم وتسجلوا 34 هدف في 8 مباريات، يعني المعدل تقريبا في الاربع اهداف. نحن 0.75 في الصفر موجود لا تونوت غوارديولا محظوظ بصراحه. اي ضربه الجزاء معناها 2-1 وتجي ضربه جزاء يضيعها فالكاو معناها ويمشي يعمل ليجاليزاسيون معناتها 2-1 يوفى الماتش يوفى الماتش محظوظ معناها بصراحه. وبعد 2-2 تعاود تمركي اسمها موناكو ويرجع في المقابله كرات ثابته صح كرات ثابته ومن بعد اسمها سيتي تربح 5-3. معناها انا بصراحه شفت موناكو شفنا كل شيء فريمون جروند مهاجم مبابي المهاجم الجديد لعبوا في عود جيرمان معناها عود جيرمان صحيح. عندك زاد اسمه تنساش شفنا اغويرو وفالكاو معناها الماتش دون الماتش دو جرون بيتور في اوروبا معناها شفنا كل واحد سجل زوز وزوز المقابله روتور مش مفاجاه اذا موناكو باش تربح. واضح منير والله يعني مش نبعد بكم شويه لا مش نبعد بكم ما دام كنتم حكيتوا على الشامبيونز ليج مش نبعد بكم على مقابله صارت البارح ما بين الريال و فالونس ما لعبش على البنك لا 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 ما لعبش حتى خلنا باش يلعب هو لا ما لعبش لا ما لعبش لا ما لعبش مقابله فريمون اول مره نشوف الوجه اللي الوجه نتاع حقيقي لفالونس تاع فالونس كيفاش رجعت بوجهها اللي كنا نعرفوه قبل وقت كانت في 9 دقائق هدفين براتيكمون غلقت الواحد وسكرت عرفت كيفاش تتجاوز محور الدفاع قيادة جاراي ومانجالا قدموا مقابلة مانجالا سيرتو مانجالا كان ممكن في تدخلات فما تدخلات ممكن كانت زايدة شوية فهمت عنيفة شوية اما نقول اني المستوى نتاع فالانس بالمستوى اللي قدمته هذاك ممكن تنجم ترجع تتحسن الوضع نتاعها. تحب تحكي على الشامبيونز ليج تحب تحكي اخر ملاحظه عندك؟ كنا نحكيو على المشاكل ونرجع نحكي على كاس رابطه ماني قلت لك زيد انا عملت مقارنه بسيطه بعدد الاهداف بدون تعليق معناها بركان عنده حصيات تونس حصيات الكل عنده لازم اتليتيكو مدريد وجوفنتوس سيميوني فريمون مدرب كبير برشا معناها وين يمشي معناها بتربع ليفركوزن بربعة في المانيا تربع كيب الموند معناتها مش سهل لا ليفركوزن ماهيش في مهما كانت في كيب الموند تربع اربعة معناتها فريمون سيميوني كي تشوف كيفاش ليكيب هذيك يحافظ عليها في نفس الستيل في نفس لونفي في نفس الجرينتا معناتها فريمون هو معروف ملاعب عنده هذيك الرغبه باش يحب يربع ماتشات معناها كيفاش يعطيها للملاعبيه نتاعو معناتها مده سنوات مش عام اثنين ثم جوفنتوس كي تربح لك بورتو في بورتو لي غراند كلوب نمر با
دخلنا الكتاب جينيس معناتها هذا الارقام القياسيه تاع عدد ساعات البث هذول كان لبيب في بالمكشوف كان لبيب في بالمكشوف مجد منير لبيب يعطيكم الساعه كذلك نشكر الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا منذ قليل بقيه فرجه طيبه على برامج قناه الزيتونه مباراه في البال النادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي في افون جول الكلاسيكو مقابله من البطوله العربيه تهت بتعادل هدفين مقابل هدفين. إلى اللقاء وتصبحون على خير. دور نصف النهائي الثاني للكأس العربية للنوادي البطلة في دورتها رقم 13 بين ممثلي كرة قدم التونسية النادي الإفريقي منظم هذه البطولة والنادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة لصالح النادي الإفريقي عنام جمال إمام وتوزيع ويخرج طيب حقق الهدف الأول بتنفذ وتسديد الهدف التعادل.